يا غبي، كم مرة بدي أقول لك ما تستعمل اسمي الحقيقي؟ شو أنت ما بتفهم؟ المهم طمني، شو الأمور عندها؟ ممتازة ممتازة كتير. اسمعني منيحة، بدي إياك تقلفت البيت قلفطة منيحة. ها أوعى تنسى شي. لا توصي حريص، الله وكيلك عم امسح ومسح. هلا اسمعني منيح ولا هلا اوعى تنسى شي، بدك تنظف البيت كله، يعني بين الدخول بين الخزن، يعني بدك تفوت غرفة غرفة، اوعى تنسى غرض وخذ وقتك على الاخير، يعني الرحلة لسه بأولها، معك شي يعني بالرياحة شي 6-7 ساعات. حاضر حاضر. يلا انت ترى شغلك لشوف، وإذا صار شي معك خبرني. ها مع السلامة. يعني اللي رح يكون أول واحد في رحلة المسير هو أنا، وآخر واحد رح يكون كمان من عنا مركز التواصل، يعني رح تكونوا محصورين بيناتنا نحن الاثنين، وهيك رح نوقف كل فترة والتانية مشان تزيعوا أرقامكن، مشان نعرف إنه لا حد ضاع ولا حد اختفى، ولذلك أنا رح يكون رقمي 1، جود 2، مايا 3، فادي 4، وأنا 5. أوكي، يعني ما فينا أنا وسارة نكون رقم 1؟ أكيد لا. طيب 1.5 كمان لا. سارة خلصنا بقى، خلي الدكتور يكمل عاد. تفضل دكتور. والأنسة سميحة 6، وفنانتنا دادو رح تكون رقم 7. لا الله يخليك، أنا ما بدي رقم 6، أنا ما بحب الأرقام الزوجية، بحب الأرقام الفردية. أعطي ميديا رقم 6 وأنا باخذ رقم 7. رانيا 8 وسا وتيم 9 وسارة 9.5. وسارة 10. عفوا على تدخلي، بس يمكن ما بيحق لي، بس بصراحة حابب أسألك سؤال شوي شخصي. وائل 11. يعني شوي شخصي. طارق 12. أوكي. هلا أنت بشغلك يعني قديش بتطلعي بالشهر؟ عفوا قصدي وسطيا. رهف 13. يعني حسب هيك مواسم، يعني احيانا هيك بالشتاء شيء وبالصيف شيء تاني. طيب هلا مصاريكي انت بتحبي تحطيهم بالبنك ولا تخبيهم بالبيت؟ يلا يا بابا يلا يا بابا خف شوية. ايه اول مرة في حياتك بتغسل طبق؟ لا والله هي تالت مرة بغسل طبق. لو هو رد عليه، ها رد عليه وطمنه وجرجره واعرف هو فين بالزبط. ها هو مش شريكك؟ يبقى لازم يكون معاك على الحلوة والمرة.